السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم جيت هنايا المستشفى، البنيه ديالي ترسات من يديها. كنا جبنا واحد الماريو ديال الصبابط طويل، هو خفيف في البلاكار الداخل خفيف، ولكن البيبان ديالو تقال. يلا جناه، يلا ركبوه، جات كتجري حلت الباب، بغات تحلو تدخل لداخل. هذيك الحله اللي حلات الباب هو طيح عليها كامل، حيت طويل طالع على يديها، ترسات من يديها. وديناها المستعجلات وداروا لها واحد الجبيره مؤقته، وعاودوا عطاونا موعد اخر باش نديروا لها الاشعه ونبدلوا لها الجبيره حتى هي. ايوا البنات، انا في المستشفى، شو هذا؟ راه مستشفى تاع الاطفال، مخصص فقط للاطفال. المستشفى كاين في دبي، كبير تبارك الله، كيبان بحال المول. هو راه مستشفى البنات، هذا كتشوفوا ورايا فيه 3 طبقات ولا 4، كله اطفال. فيه العمليات الكبيره، فيه الله يحفظ وليداتكم ويسترهم يا ربي، فيه كل شيء. هذا مستشفى جليله كاين في دبي، معروف ديال الاطفال. ضروري البنات تحضروا مع وليداتكم الصغار، على المريوات، على الزيت، المقله الزيت، العيالات اللي كيدخلوا الكوزينه كيقليو الحوت ولا الزيت، المقله الزيت البنات. راه الوليدات ما كيعرفوش، راه كتحط ايدها في المقله باش تهز بطاطا، صدق طايحه ليها هذيك الكاسرونه ديال الزيت. ردوا البال للوليدات الصغار، ما كيعرفوش من الضو، راه ما كيعرفوا والو. الوليدات خاصهم المراقبه. اش غدير؟ راه الوليدات الصغار راه كتحسيهم انهم غينتحروا في اي لحظه، انت واقفه عليهم بحال سيكوريتي، في اي لحظه ينتحر لك داك الولد، يا يخشي راه يخشي يدو في الضو، يا يمشي للبوطه، يا غيدير شي مصيبه. ردوا البال البنات لوليداتكم الصغار بزاف بزاف، راه ما كيعرفوش. واخا تشوف الولد عنده 6 سنين 7 سنين، راه ما كيعرفش، راه ديما خاصك تردي ليه البال وتوريه وتقولي ليه هادي لا وهادي ايه. الله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي. الحمد لله داز طريفه. هذه الممرضه كتلصق ليها في دوك ستيكرات تاع الرسومات، كيكونوا هكا كيلصقوا في اليد، كيديروا هاد الشيء للوليدات الصغار باش ما يحسوش بالملل، وهي فرحانه بهم باش ما يحسوش بالملل وتولي عزيزه عليهم المستشفى. شوفوا البنات، هذه الجبيره دابا غادي نحيدوها ليها، غير بدلوها، تهرسات لها يديها من حدا الصبعان. شوف البنات كتوريني السيكرات كيف نروحوا الوليدات بهاد الاشياء. دير لهم الالعاب، دير لهم، دابا نصور لكم البنات، دير لهم بزاف الحوايج ديال الوليدات الصغار، كيحببوهم هكا في نفسيتهم، كتكون تعبانه الوليدات الصغار كيكونوا مراض، ما كيبغوش السبيطار. بزاف الوليدات الصغار ما كيبغيوش السبيطار، كتقولي ليه السبيطار ولا الطبيب صافي غيدق ليا البرا، كيخافوا من السبيطار. هنايا جالسين كنتسناو فيه الطبيبه. خاوي البنات ما فيش بزاف، واخا كيكونوا فيه الناس مراض وداكشي، حيت هو كبير عندهم تبارك الله الاطباء وداكشي، دغيا كيسربيوك. غير هو بعض المواعيد عندهم بعض التخصصات كيكون عليها الزحام، وما كتلقايش الدور ديالك، يعني كتلقاي الدور ديالك شويه متاخر، ولكن الا مشيتي راه هكا الاشياء البسيطه ولا شي حاجه راه كتلقاي الدور ديالك، كتلقاي خاوي مرات، بالاخص المستعجلات. المستعجلات هنا تبارك الله عليهم، كتدخلي كتجي كتدخلي كيسربيوك. هذا الدكتور اللي كيدير الجزيره، كيحيد هذيك القديمه، غيدير لها وحده جديده، غيديروا لها الاشعه قبل ما يديروا لها الجزيره باش يشوفوا داك التهريسه واش باقه ولا بدات كتجمع. سكنات الوليدات الصغار ملي كيمرضوا راه الوالدين اللي كيمرضوا، والله الوالدين كيتعبوا بزاف. شوف الوليدات الصغار كتطلع عليه غير سخانه، كتلقاي الام ديالو كتبقى سهرانه معاه، ما كتنعش، ديما حاضيه معاه، لا طلع عليه سخانه بالليل. الله يحفظ لكم وليداتكم، ردوا البال مع الوليدات الصغار، الوالدين اللي كيتمحنوا. هاد المستشفى بعيد علينا، في دبي، حنا في الشارقه، هو في دبي، ولكن كنمشيو ليه حيت كيف قلت لكم هو مختص فقط للاطفال، وكتلقاي فيه كل شيء ديال الاطفال. هنا البنات حيدوا لها الجبيره، غادي نمشي لبلاصه الاشعه. شوفوا البنات دايره ليهم الالعاب هنايا،
باش شوف الوليدات الصغار لداخل منين كيسالي ومن عند الطبيب كيجيبهم والديهم هنا يلعبوا شويه باش مره اخرى ملي تقول ليه يلا للسبيطار يجي يجري حيت بزاف الوليدات ما كيبغوش يجيو للسبيطارات. هذا القسم ديال الاشعه البنات، ثم هي قسم ديال الانتظار. بلاصه الاشعه زوينه حتى هي، شوفوا البنات هذه هي بلاصه اللي كيدخلوا فيها كيديروا فيها الفرز. الرسومات وداك الشيء كيحببوا الدراري الصغار هكا في المستشفيات. هذه هي غرفه الاشعه البنات، هذه غرفه الاشعه غادي ندير ليها البلاكه، كيقولوا لها البلاكه، نديروا لها البلاكه ونشوفوا شنو عندها ان شاء الله. والبنات سالينا من الاشعه الحمد لله، عندها شويه بدات كتبرى، داك التهريسه بدات كتبرى الحمد لله. دابا غادي نمشيو، كيف كتشوفوا هذا هو المستشفى من برا، قريب الوافي مول، هذا هو المستشفى من برا. غادي نمشيو دابا للدار وغادي نشارك معكم فتات الشطبه. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم البنات. انا جيت للدار وكنت وعدتكم غادي نشارك معكم الطريقه تاع فتات الشطبه البلديه، الطريقه الاصليه ديال زمان، ما غادي نزيد عليها حتى شي اضافات، وما غاديش ندير الشعريه. بعد الناس كيديروا المكرونه، كيديروا الاشكال ديال المعجنات، انا كنديرها غير بالدقيق وكتجي غزاله البنات. المقادير اللي كنحتاج فيها العدس، وكيديروا فيها الفول مقشر، ما عنديش الفول مقشر، درت جلبانه مقشره، جلبانه كارمه، المذاق ديالها تقريبا قريب للفول، جلبانه كارمه والعدس والحلبه والثومه، مطيشه محكوكه، بصله محكوكه، شويه المساخن، شويه السمن، شويه البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه الكمون والملون اللي بغى، والسمن والمساخن البنات. دابا غادي ندوزوا للطريقه ديال الدقيق البنات. هاد الطريقه ديال الفتات الشطبه راه ساهله البنات، عرفتي راه طعمها غير على الشعريه. راه واخا ديري الشعريه المكرونه ولا المجعبه ولا كيديروا البنات هذيك المدوره كي ديروها بلاص الدقيق، راه البنات كتجي طعمها غير الطعم ديال الفتات الشطبه هو بالدقيق هكا مبسبس، كديري هكا كترشي عليه غير شويه الماء وهكا غير بصبعانك، غتشوفوا كيفاش غادي يولي حبيبات، غيولي حبيبات بوحدو. كاين بزاف الطريقه، كاين اللي كيعجنوا عاد كيقطعوا هكا بالقراده ديال القزبر، كاين اللي كيدير بزاف الطرق، ولكن هذه راه اسهل طريقه البنات. غيبقى لكم هكا حبيبات، غتشوفوا معايا شويه شويه رشوا هكا الماء هكا وفتلوا فتلوا هكا غير بصبيعاتكم، راه كتجي غزاله البنات بالدقيق، كديريها غير بالدقيق كتجي فنه، كتجي طعمها غير على الشعريه كيف قلت لكم البنات. واللي عندها الفول دير الفول، من الاحسن الفول والحلبه والعدس، انا ما عنديش الفول، عوضته بالجلبانه كارمه. المقادير ديالها ساهلين، تقدري في اي لحظه تنوضي ديريها، حتى في الليل لما لقيتي باش ديري العشاء ولا تلفتي تنوضي ديريه في الشطبه. شوف البنات كيفاش كتبقى، كتبقى هكا محلوله ومفته، ومن الاحسن خذوا صفايه ولا كسكاس ولا شي حاجه عندكم. انا عندي هاد الصفايه، العوينات ديالها شويه كبار، كنصفي بها الروز. شوفوا البنات الدقيق التحتاني كيهبط وكيسبق الفوقاني، هذاك حبيبات هكا مفتين على بعضياتهم، كتجي غزاله البنات. شوفوا البنات نفس الطريقه ديروها، راه ساهله مهله. راكي اللي كيقول لك انا ما عنديش الوقت غادي نبقى نقاد في الدقيق، راه الدقيق راه اسهل من انك تجيبي مثلا الشعريه وديريها وطلع لك المذاق ديالها ما زوينش. عندك شويه الفورز، عندك شويه الفينو، حتى الفينو كيجي البنات، اللي عندكم الفينو ديروا فيه الفينو، الفينو داك الدقيق الصفر، حيتاش زمان كانوا كيديروها بهذه المقادير وكانت كتجي بنينه، كانت كديرها للوالده. صافي البنات دابا مني ساليت غادي نبدا نطيب في الكميله، كتعجبنا في البرد. هذا البنات نص كاس زيت مخلط، زيت روميه مع زيت الزيتون، نص كاس مخلط بالزيت الروميه وزيت العود. درت البصله، درت المطيشه،
لحت العدس والجلبانه مع الحلبه، غادي نزيد الثومه، غادي نزيد ديك العطريه، وغندير فيها الماء تقريبا، غندير فيها اطر تاع الماء، وغادي نخلي هذا الشيء يطيب، عاد غادي نرجع ليه. راه مع البرد، ايامات البرد في الليل كتسخن وزوينه البنات وصحيه، ما فيها زعما شي حاجه اللي غادي تقول لي غضرني في كرشي ولا ما غادي تضرك، ما حتى شي حاجه زوينه. العدس اللي فيها راه ما كنفخش، حيت كدير شويه الكمون، راه ما ينفخش لك العدس، ما كنفخش لك المصران، ما تخافيش منه. وهذه اكله كانوا كيديروها ناس زمان، وكانت كديرها لنا الوالده، ومازال لحد الان كنديروها. مذاقها زوين وكتعجبنا، سهله يعني، الواحد كيقدر يديرها في اي وقت. صافي دابا البنات غير درناها شويه، قليناها شويه ماشي بزاف، غير شويه، وغادي نروي، وغادي ندير فيها تقريبا لتر تاع الماء، وغادي نخليها طيب. من بعد مني طيب غادي نزيد فيها الماء لتر اخر تقريبا، وعاد نحط عليها الطحين. غادي نزيدو هنايا قبطه الربيع، اللي ما كيعجبوش المذاق ديال الربيع ما يديرهاش، ما كاين لاش يعني، ديك الربيع غير زياده وصافي. هنا البنات من بعد ما طاب ليا العدس والحلبه، غادي نزيد عليها لتر الماء تقريبا، الماء يكون سخون البنات، وعاد غادي نزيد عليه داك الدقيق. ضروري البنات تحرك باش ما يتعقدش ليك الدقيق وما يتكبدش ليك وما يبقاش في القاع يتحرك، ضروري البنات من تحرك وانتي كتكبي وانتي تحركي، ضروري البنات من تحرك. واخا كتبان لكم هكا الماء ديالها باقي جاري، راه غادي تشرب، حيت الدقيق اللي غادي نكبو غيطيبها. تخليوها تقريبا، مني تكبو الدقيق خليوها تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقة فوق البوطة، البوطة تكون مهيلة وتحرك تحرك، ضروري تحركي ما تمشي فين، حيت غادي تلصق ليك، غادي تخسر ليك، خليك مع التحراك حتى تبان ليك طابت. هنا البنات كنزيد حب رشاد، اللي بغى يزيدها يزيدها، ولكن راه كتجي بنينه البنات مع الحب رشاد. صافي البنات هنايا ساليت الثلاث شطبه ديالي، غادي هما كيديروها في القصريه، وانا مولفه كناكلها في القصريه، ولكن القصريه بقات عند جارتي، ما لقيتش القصريه، درت غير التبصيل. مهم تكال فاش ما كانت، هي حلاوتها في الجماعه، وماشي هي كتكب في الجبابن ولا شي حاجه، حلاوتها كتكال بالمعلقه في القصريه. اكله كتفكرنا في ايام زمان وايام الطفوله، صراحه ملي كتاكليها كتفكر الطفوله كامله يعني اكله اصليه ديال الناس زمان ديال بكري، وباقا لحد الان عزيز علينا، وكنديروها وكناكلوها. جربوها البنات وردوا عليا قولوا لي كيفاش جاتكم، راه ساهله البنات ساهله، وما تنساوش الملح البنات. وصلنا لاخر الفيديو البنات، نتمنى تجربوها كيف قلت لكم، وشهية طيبه ان شاء الله، وصفات اخرين في فيديو اخر ان شاء الله، وبالصحه والراحه، ومع السلامه.